تمام. منصاتنا لتقديم كل ما يهم المواطن السوداني والمجتمع السوداني والعربي بصورة أجمع. ده كان تلاقح جميل جدا في مبادراتنا الشعبية والمجتمعية، وتخلي برضو إنه بناء أي بلد كان بيبدأ من بناء الإنسان وبناء الذات. فبناء الذات في مجتمعاتنا السودانية كان من قبل، يعني أي مكان في السودان عنده كثير جدا من المحمول، سواء كان هذا المحمول الثقافي الفكري، وبتختلف طبعا المسارات والمراحل لبعض القبائل اللي جات آتية إلى السودان باحثة عن الكلأ وأيضا الرعي وأيضا الزراعة عموما. نشوف مراحل الفلاتة من خلال هذا التقرير، مرحلة الفلاتة، ظروف التنقل والترحال. هو هذا القطيع من الماشية في جزء من بادية السودان الواسعة ذات المرايا الطبيعية، ليس إلا جزءا قليلا من حوالي 140 مليون رأس من الثروة الحيوانية المنتشرة في الوديان والوهاد والغابات والأكام. ويعتبر الرعي الحرفة الثانية في السودان بعد الزراعة، ويمارسه عدد كبير من الأهالي في مناطق مختلفة، خاصة المناطق الجنوبية والغربية من ولاية النيل الأزرق التي تتنقل فيها قبائل الفلاتة المهاجرة إلى السودان من نيجيريا ومالي والنيجر في فترات متلاحقة حسب قولهم. وهنالك عوامل كثيرة دفعت الرعاة وغيرهم إلى الهجرة إلى السودان، وقد وجد الفلاتة أو الفلاني ملاذا ومستقرا في بادية السودان التي لم تختلف كثيرا من حيث الجغرافيا عن مناطقهم التي قدموا منها ومنحتهم الخصائص ذاتها. ظروف التنقل والترحال من مكان إلى آخر ومن دولة إلى أخرى وعلى ظهور الثيران فرضت على رعاة الفلاتة نمطا معينا لممارسة حياتهم ذات المظاهر المتقشفة والزاهدة في متاع الحياة، فضلا عن القسوة والبساطة في آن واحد. الملابس والألوان الزاهية أكثر ما يلفت الانتباه إلى جانب أشكال الأسلحة التقليدية، فهي تقاليد راسخة وعادات اجتماعية درجة على ممارستها الفلاتة في زينتهم وكل مناسباتهم وفي حياتهم العادية في البادية. يستخدم الفلاتة الثور المروض لحمل الأثقال أثناء ترحالهم من مكان إلى آخر، وهو أحد وسائل النقل والمواصلات المهمة. وعلى ظهور هذه الثيران الكبيرة جاب الفلاتة معظم دول إفريقيا وإلى حيثما تتوفر المياه والكلاء. الماشية ثروة اقتصادية مهمة في حياة الرعاة ووسيلة من وسائل التميز والجاه اجتماعيا، وتكاد تكون حياة الرحل تعتمد عليها في كل شيء، ألبانها وجلودها ولحومها وأوبارها وفوائد أخرى جمع. المرأة في البادية يقع على عاتقها الكثير، فبجانب تربية الأطفال وتنشئتهم على تقاليد القبيلة تقوم بإعداد الأكل والأعمال المنزلية الأخرى، فضلا عن تسويق المنتجات الخاصة بالماشية. وما بين الحياة في البادية وبين الأشجار والحشائش الكثيفة ومضارب الفرقان جيل يأتي إثر جيل، وكل قادم إلى هذه الحياة يحافظ على تقاليد من سبقوه من الآباء والأجداد. حاز الفنان محمد وردي وأحمد المصطفى وعثمان حسين على إعجاب قبيلة الفلاتة الذين يجوبون هذه الفيافي صباح مساء وهم يترنمون بأغاني هؤلاء العمالقة. طفل في مقتبل العمر عجمت عوده حياة التنقل والترحال والأسفار، وعلمته الأيام والتقاليد أنه لا بد له أن يشب عن الطوق، وهو قوي جلد يصارع الرياح فيصرعها والأهوال فيتغلب عليها. وتبقى الحياة في البادية جميلة وسهلة في مظاهرها
لكنها تنطوي على قسوة وشدة، وبالرغم من ذلك مرغوب فيها لمجاباة أزمات الحياة عند البدو. سليمان إسماعيل الزين، ولاية النيل الأزرق، الدمازين.